هل راح يقطعوا تانا مع كندا بعد ما ان شاء الله بالك راح يقطعوا مع البحرين والامارات والسعوديه وزيد الاسباني والاتحاد الاوروبي ان شاء الله شنقريحه يشري لنا صاروخ ونروحوا بركه بلانيت وحده. وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. واخيرا اخواننا القبائل بدات الفعاليه ديالهم كتخرج الارض للوجود. كندا تستقبل رئيس جمهوريه القبائل فرحات مهني، سمعت ليه سمعت المطالب ديالو وقررت انها تساعد اخر مستعمره في افريقيا لكي تستقل عن مقاطعه فرنسا. وهذه اخبار كتفرح ملي كنشوفوا الاخوان ديالنا كيلقاو اذان صاغيه، اذان اللي كتسمحهم واللي كتحاول تدعمهم، وهادشي اللي كانوا كيقلبوا عليه منذ سنوات. الان جمهوريه القبائل ولات دوله قائمه بدستورها بالحكومه ديالها بجميع مكونات الدوله الرئيسيه. فكندا كتستقبل رسميا رئيس جمهوريه القبائل فرحات مهني. غادي نسمعوا شنو قال لطفي الدوبل كانون ملي قال بان الجزائر قطعت العلاقات لانه قال لك حقك يدعم حركه الماك. غير كيدعم حركه الماك ما شفنا حتى شي حاجه. ها كندا الان خرجت واستقبلت الرئيس ودعماته. يلا بينوا نديروا نفس داكشي اللي قمتوا به مع المغرب ديروه ضد كندا. يلا بينوا لنا، خليكم مع شنو قال لطفي الدوبل كانون. نتمنى تفعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا باللايك. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. وهذا واش دارت على فكره السعوديه، يعني دوك نرجعوا للفيديو رقم 11 اخويا المخرج بالك ما تولهتلوش. السعوديه في اخر كلام لها يعني هدرت ونحن نشكر المغرب في مجهوداتها في الاطار الحقوقي في الصحراء المغربيه وتنظيم انتخابات في الصحراء المغربيه ومدال كوفيد وما نعرفش في الصحراء المغربيه جابتها سلسه باش راكم سمعتوا يا جماعه راكم سمعتوا يا. وزادت على الاخر ختمتها تقريبا اون مناس. نعاود لكم بالك ما تولهتولهاش. تفضل خويا المخرج نسمعه. ما نعرب عن رفضنا لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية أو التعدي على سيادتها أو وحدة ترابها الوطني. شكرا سيد الرئيس. شفت وخافتي سمعتها ولا لا؟ نرفض أي تعدي. كيفاه تعدي؟ أي تدخل راهو اعتبروه تعدي. عم بالكي دولة تقول لك نرفض أي تدخل على الدولة هذه، كما كي كان يقول بوتين للدول الأخرى، واحد ما يدخل روحه مع أوكرانيا سينوني نقصف. هذا يا خاوتي هو تانا تحذير في اللغة السياسية، نرفض أي تعدي، تعدي علاش على سيادتها ووحدة ترابها. الواضحة الواضحة الجملة واضحة يا خاوتي، هزها وداها ما تحتاجش. يعني أي واحد يحب يتعدى على الوحدة يعني يحب يقسم وكذا رانا نرفض كدولة نرفض. راكم تفهموها كما تفهموها يا خاوتي، هذا هو كانت رسالتها. واش نديروا نقطعوا العلاقات ولا ما نقطعوش؟ هم الليلة أكيد راهم يصليوا في التراويح ويخموا يا خاوتي. نديروا واش نديروا غدوة؟ ما هو البيان اللي راح نرصدوه؟ ما هو كذا وكذا؟ مشكل آخر يا خاوتي، احنا خلينا من الصحراء سيدي، المغرب قطعنا معاه العلاقات لأنها ساندت منظمة الجزائر تعبرها منظمة إرهابية اللي هي انفصالية اللي هي تاع الماك، وخلاتهم يديروا اجتماعات لتم وفتحت لهم يعني الفضاء الإعلامي باش يتكلموا. وحنا هذه بالنسبة للجزائر وللسلطة الجزائرية هي منظمة إرهابية. طبعا احنا قلنا يعني شفنا في الفيسبوك شفنا يعني مام ناس ما يحبوش هاد الحركة، ولكن قال لك باش تصنفها إرهابية سي ترو يعني ما دهزوش سلاح كذا كذا. أكيد احنا ضد تقسيم الجزائر وحنا مع الوحدة الجزائرية وحنا نرفض أي تقسيم وكذا، هذا مفروغ منه ما نحكيش عليه خلاص، ولكن باش توصل أي أنت لدرجة ما عليناش. المهم قال لك قطعوا العلاقات مع المغرب لأنها سمحت لهذه المنظمة سيدي اللي اعتبرتها إرهابية أنها تنشط في أراضيها. لا علينا يا أخوي، هذه المنظمة سيدي اللي صنفتها دولة إرهابية ولي رب احنا على كل حال كما قلت لكم ماهوش دفاعا عنها، ولكن احنا نمدوا لكم المعلومة. دارت اليوم اجتماع ماشي في أي مكان، في البرلمان. برلمان تاع واش من بلاد، أو مش كما في المغرب داروا يعني في صالة، لا 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 لا. داروا في البرلمان. واش من برلمان؟ البرلمان الكندي. نعم نعم يا خوتي، ورفعوا الاعلام تاعهم لاصلا احنا يعني ما نعتبروش لانهم يعتبروا اعلام بلاد، احنا عندنا بلادنا فها اعلام وطني معروف والناس الكل تشهد عليه وما تعليش وذا، لكن هذا رايهم ماهوش مشكلتنا هما.
مشكلتنا انه هذا كندا قبلت في البرلمان انها تسمع لهم وتساند قضيتهم. فاهمين ولا لا؟ مشكلتنا ماهوش الماك، مشكلتنا ديما نحكيو على الجزائر والموظفين هذو لي فونكسيونير. اخي قطعتوا مع المغرب لانها ساندت الماك، هاي كندا في البرلمان في غرفه البرلمان، حتقطعوا العلاقات ولا لا؟ لا، احنا مع جيران برك، وهادم هام في البرلمان رفعوا الاعلام وساندوه وداروا. كما قلت لكم موضوع تاع الصحراء، موضوعنا ماهوش الصحراء، ماهوش الماك، احنا كل متفاهمين على وحده التراب الجزائري وهذه المعاليم، هذا الوطن كما قال سي الاخضر، احنا ما ننسوش الوطن في الوحده تاعو ترابي. احنا نحكيو على موقف الجزائر، هل حتقطعوا تانا مع كندا؟ يا الخاوة ها معاه ما يناقشوا وقبلوا وسمعوا لهم لانه في بلادهم لا علينا، هل حتقطعوا العلاقات ولا لا؟ فهمونا برك، بما انكم اقطعتوا على المغرب على جال هذه القضية ومن بين القضايا هذه، هل حتقطعوا على كندا ولا لا؟ يبقى سؤال مهم ومليح يعني انهم يقدروا يجاوبوا علينا، سؤال مطروح للمسؤولين وليس للوطن. وقلنا الوطن احنا مع فكرة الوحدة الوطنية، وحدة التراب ولا تقسيم، هذا مفروغ منه، ولكن احنا نحب نعرفوا هذه المسؤولين في قراراتهم، هل راح يقطعوا تانا مع كندا بعد ما ان شاء الله بالك راح يقطعوا مع البحرين والامارات والسعودية وزيد الاسباني والاتحاد الاوروبي، ان شاء الله شنقريحة يشري لنا صاروخ ونروحوا بركة بلانيت واحدة اخرى. نواصلوا المكالمات. السلام عليكم اخي الكريم. الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك اخويا لطفي. مدنيه مش عسكريه. نعم. الو. وي نسمعوا فيك. مدنيه. نعم. قلتي مش عسكريه. تفضلي. مش عسكريه خويا لطفي، دوك هادو قطعوا مع الاسبان، قطعوا حنزي، قطعوا دوك معاهم دوك مع السعوديه، يتهدد فينا السعوديه. أبسكي شافوا المؤامرة هذيك العملية التكتيكية اللي قاعد يدير فيها شنقريحة، إيه بقى يقول لك نخوفوهم باش يردوا بالهم. دوك حنا حابين نفهموا الشعب تاعكم ضايع، شبابكم ضايع، قاعد الشباب تاعكم قاعد يموت في البحر، الشعب تاعكم ضايع، ماهوش لاقي الشباب تاعكم خدمة، ماهوش لاقي وراهم بالزطلة، راهم بالدراغ، راهم بالباتكس، حابة نفهم أنا. هذا الشباب هذا اللي الناس تستثمر في الشباب تاعها، انتوما مخليين الشباب تاعكم، تروحوا للبوليزاريو، عندك بوليزاريو واش خاصين فيه دراهم أخي لطفي؟ هم خاسرين دراهم كبار في البوليزاريو، هذا السوارد هذوك اللي ما نديرهمش على الشعب تاعنا، لا ما نحوش نبنيو بهم سبيطارات، لا ما نبنيوش بهم شركات يخدموا فيهم الشباب هذا اللي قاعد راح يهار برك، بلادنا احنا راهي فيها ثروات الفك مازالوا ما حتى ما استعملوهمش، كان نجبدوا هذه الثروات تاعنا احنا، راهم هذا الناس اللي قاعدين يهربوا تاع اللي قاعدين يهاجروا، اي عالمكم يجي عندنا احنا. فهمونا، حنا حابين نفهموا، حنا دوكا دولة تقولوا لينا دولة تبيع الغاز، تبيع البترول، تبيع، أي ما خدينا ما بعنا، بصح حنا ما استفدنا والو، حنا ما استفدنا والو، أعطيونا هذا، أعطيو الشعب هذا حقه، أعطيو الشبيبة هذه حقها، أعطيو الشبيبة هذه حقها، خليو الولاد تاعهم يداتهم الهضره قدامهم الكيف، خافوا ربي، يا سي تبون، أنا ما فوطيناش عليك، أنا مني عمري ما فوطيت. أمي ما فوطيت لأني من مش صوتي لأي واحد، أنا يوم ما حبيت نفوطي يوم ما دار مسدور ودار هكا قلت يا اختي هذه نروح الماركي باش كنت حابة نخير واحد بصح كي شفت كاين طلع فيك وكاين تزوير وكاين هكا وكاين هكا، شكون اللي جاب تبون؟ وتبون علاش جابوه؟ تبون بكري ملي بدا يخدم في السلطة هو يخدم معاهم، كي كان بوتفليقة كان ما يهدرش، كان هما يخرجوا لينا يقولوا لنا أو هدر معنا سي عبد العزيز بوتفليقة وهدر معنا تاع خمسة رئيس صح. انقطعت، قطعت، خساره يا اختي خساره والله، يعني كوصلتي للاستنتاج تاع كل هذه الفيديوهات اللي حبيت نوصلها الفكره، انت عندك شعبك ضايع وعندك اولوياتك، اخطيك ما تدخل روحك في امور اخرى، هذه هي الفكره برك. فكرتنا ومشكلتنا ما هو الصحراء، ما هو الماك، ما هو، لا، مشكلتك الشعب الجزائري الضايع اللي محتاج دعم معنوي ودعم مادي ودعم كلش فكري واجتماعي واقتصادي. اهتم بشعبك، عام ما جبتش طيارة، عام ما جبتش طيارة، هاو الكونستا، حتى روسيا بعتت لنا، عام عام يا خوتي. يعني وانت هدرتي على الغاز، الغاز يعني صحيفة إسبانية يعني قلت لشعبها ما تقلقوش، خرجت واحد لي شيفرة خالتي قال لك هاو الغاز نعرف تشوفوا فيه، هذاك الصغير خلاها وغاز الجيريان قال لك نشريو فيه ربع الغاز تاع روسيا، راهو كنا بركة معاهم خاطر كنا نشريو بورخ برك،
قول كانوا يساعدونا كانت تعرفها احنا ما عم بالنا لا باللي بري لا والو هذا واش نشطوا صحيح خالط الله اعلم. المهم نعتد باللي يعني الأذربيجان اللي راحوا لخاوتنا تاع ايلام روسيا كلهم يعني راهم اغلى منا كانوا يشوفوا شوفوا هاو لي طاريف يا خالتي كانوا يحطوهم ان توكا هذا واش قالوا. ولكن هذه هي الفكره اللي عندك الحق. شعبك ضايع شعبك محتاج وانت مكسر راحك في هيئة الأمم وقطع العلاقات اتخذت مواقف ديراكت شعبك محتاج. خاوتنا في ورقلة وقفوا 100 وقفة كل 3 أمام دار الولاية يعطيونا خدمة رحنا نضيعوا شباب تنتحر وشباب بالمخدرات وما سمعوا لهمش وقطعوا العلاقات هذيك في ظرف نهار وقرار خرج ديراكت. هادو مضيعين شعبك اتخذ له قرارات. نشوفوا دايور البيان تاع خاوتنا اللي البارح داروا وقفه وجامي غطاهم الاعلام في ورقله يا خاوتي ما زالوا يندوا بالبطاله مش غير كخدمه لانه الشباب قاعد يغرق في السويسيد في المخدرات في الهجره اللا شرعيه في الجريمه في كل شيء. تمنينا الشيء هذا يكون محقق في الميدان كما تمنينا انه تكون عندنا طائرات منذ عام ولو واحده برك ولا سيدي يكون جا قلبنا ابيض ولينجيبوا من الروس نقبلوا الهديه تاع خاوتنا المغرب باش نمنعوا ارواح بصح لا يموتوا وما نقبلوش لانهم اختلفوا مع راينا ولانهم ساندوا نفس المنظمه اللي ساندتها كندا ونفس المنظمه اللي ساندوها ناس اخرين. ربي يهدينا ان شاء الله يا خاوتي ان شاء الله نكونوا انتقدنا برك السلطه ما انتقدناش الوطن وفهمتوا الفكره تاعنا. ربي يحفظكم شكرا على المشاركه والمتابعه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات باش ما تخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما اشتركوش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا وكيف العاده نشوفوا فيديو جديد وديما المغرب.